اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده الجو برد شويه هنا في الرياض. في ناس بتبعت تسالني وهي متردده جدا، تمام، ان هو ياخد خطوه التاشيره الحره، وحتى لو جاله اوفر مثلا على مرتب قليل، تمام. فبيسالني انت ايه رايك، هل ناخد الخطوة ولا نخلينا، يعني تخليك مثلا. كانت طبعا معظم الرسائل دي بتجيلي من مصر، يعني ماشي. فخلونا نتكلم بصراحة وبصدق كده مع بعض. انت عندك اول سؤال، يعني انت عندك توفر قد ايه، ولما تيجي هنا مثلا ممكن تقدر توفر قد ايه. وده طبعا كمثال لحد بعت لي ان هو معروض عليه مرتب 1200 ريال حقيقي، تمام. وده طبعا انا متوقع ان ده متوفر له السكن والاكل، ماشي. لان احنا لو بنحسب مثلا السكن والاكل هنا في الرياض، الموضوع هيكون خارج عن السيطرة. ده طبعا المرتب اللي بيتعرض ده اللي هو يقول لك صافي المرتب اللي هيوصلك في خلال الشهر 1200 او يا عم 1500، هتصفي منهم 1000 ريال. ال1000 ريال دول عاملين كام؟ تضرب في حوالي 18 ونص، يعني بتتكلم في 18000 جنيه او 18500. ده مستحيل توفرهم عندك في مصر، الا بقى لو انت يعني بص مهندس وشغال في حتة محدوفة بعيدة، و يعني مفيش شغلانة جنب البيت مثلا هتجيب لك الشغل ده، يعني خلاص لازم شغلة يعني بص يكون فحت يعني. فبالتالي انا بصراحة بيصعب عليا، رغم ان دي غربة وكل حاجة وليها تمن، هتبعد عن بيتك واهلك وناسك والكلام ده كله، ولكن انتوا فاهمين الحياة يعني ما بترحمش. يعني خل بالك انا بكلمك بنظرة إيجابية جدا، مش نظرة تشاؤمية خالص يعني، ماشي. طيب هل يجي برضو ولا ما يجيش؟ أنا رأيي إن أنت تحسبها كده، والله الشغلانة اللي أنا جايها دي مثلا ب2000 ب3 ب1500 بتاع. طبعا الناس هتقول لي يا عم ده 1500 ده مش مرتب. أنا عايز أقول لك فعلا مش مرتب، واخد بالك. ولكن نفس الوقت لما انت تكون موجود في مصر وكيلو لحمة النهاردة ب400 جنيه، فراخ ب90، السمك زمانه ب150، الرز شوف بكام، و30، فمفيش توازن ما بين المرتب اللي انت هتاخده وما بين المعيشة عندك خالص. خلاص انا بكلمك عن تجربة، انا مش واحد جاي من ايطاليا يعني، لا انا جاي من مصر وعارف الدنيا فيها، خلاص. فبالتالي اللي بيسألني انا بحاول اوجهه ان هو ايه، ان هو يلحق نفسه، اللي هو انت لو جزفت حتى بس سنة، يعني العقد حاول ما يكونش اكتر من سنة، ولما تيجي هنا تعتمد على ربنا سبحانه وتعالى. يمكن الراجل اللي انت تشتغل معاهم ناس كويسة، مرة تاخد بونص، مرة ممكن ربنا يهديهم ويزودوك مجهود الشغل كبير وبتاع، وخلي بالك ربنا بيصبر، ماشي. ومن يتوكل على الله ايه فهو حسبه، خلاص يحطها في ايه في دماغك يعني. طيب الحاجة التانية، لازم برضو قبل ما تتحرك لازم تكون عارف انت المكتب اللي انت هتطلع من عليه، مش محتاج اقول لك انه يكون ثقة، تمام، وتبقى عارفه وهيجيب لك التأشيرة قبل ما تدفع الفلوس والكلام الطبيعي ده. طبعا محدش بقى من اللي عايز تأشيرة حرة يبعت لي يقول لي يعني انت ضامن المكتب ده، وانا لو مش ضامنه ولو مش عارفه ان هو ثقة، ما انا هقول لك ما تتعاملش معاه، مش هقول لك اصلا، مش هديك الرقم بتاعه تتواصل معاه اصلا، خلاص. فانا وجهة نظري في المبالغ المرتبات القليلة هنا، العقد ما يزيدش عن سنة، يا سنة بقى بحلوها ومرها تجربة ليك، واخد بالك. لما تيجي هنا ربنا ييسر لك الحال، يمكن لما يبقى عندك عربية ولا حاجة، حتى لو إمكانياتها
على قدها هتقدر برضو توفر، يعني في عربيات هنا ب 10,000 ريال و15,000 ريال وبتحركك وتمشي الحال يعني، ماشي. فالفكرة كلها في الفيديو ده ان انا مش عاوزك تيأس، وحتى لو انت جاي لوحدك، يعني لو انت جاي اللي هو ايه، في حد بعت لي بيقول لي انا دلوقتي ما اعرفش حد وبتاع، طب اجي اشوف الدنيا فيها ايه وبتاع، والله يا باشا تعالى انت هنا اصلا. برضو ما تفكرش الناس هتبقى فاضيه لك 24 ساعه، انت اللي هيساعدك مثلا لو حد تعرفه، حد قريبك هيساعدك في ان هو ممكن يوفر لك سكن مده معينه، هيساعدك يقول لك والله روح المكان الفلاني في مقابله، روح دور في المكان الفلاني، ودي السي في بتاعك في المكان الفلاني، وما الى ذلك من الايه الحاجات اللي الناس يعني ما كتر خيرها ان هي بتحاول تساعد، ماشي، مش ان هو ما بيساعدكش، دي حاجة تانية، واخد بالك. فمساعدة الناس ان انت بتوجهها على الاقل دي يعني بتكون كويس، حاجة كويس. طيب ايه الخطوات لو واحد جاي مش عارف حد ولا عارف؟ اول حاجة موضوع السكن، موضوع السكن ده لازم تظبطه بقى مع حد انت تعرفه، تشوف الجروبات، الاوتيلات طبعا لو الموضوع يعني خلاص ما فيش حد خالص وانقطعت بك السبل عليك وعلى بوكينج، ماشي. طبعا اسعار مش رخيصة ولكن احسن من ما فيش، اكيد مش هتيجي تبات في الشارع، ماشي، مش هتيجي تبات في الشارع. بعد كده لما تيجي هنا اعمل سي في كويس، تشتري رقم تليفون. طبعا النصايح دي انا يعني يمكن في ناس عارفاها كتير فمش محتاج ان انا اقولها يعني، بس اللي هو ايه، هتشتري خط هتسجله على جواز السفر بتاعك بحيث لما ربنا ييسر وتعمل اقامه تنقله على الاقامه، هيبقى مربوط بكل البرامج وكل حاجه هنا مربوطه على ابشر ونفاذ، خلاص اعمل حساب بنكي بتاع. طيب ايه المواقع اللي افكركم بيها تاني انك ممكن تلاقي عليها وظائف؟ اول حاجه لينكد ان، تاني حاجة وظف، يوظف دلوقتي بقى بينزل عليه وظائف في السعودية مش مصر بس، ماشي. عندك جولف تالنت هتلاقي عليه وظائف، هتلاقي عندك جروبات بقى كتير، ويعني في على الفيسبوك ملايين الجروبات يعني، تمام. واخر حاجة اللي هو مورجان، تمام، او مورجان، ماشي، ده برضو ابليكيشن لازم تنزله عندك. وبصوا يا جماعة والله توكلوا على الله، ربك كريم يعني، انا مش عاوزك نظرة الاحباط والاسئلة الكتير قوي اللي بتضيع منك الفرص وبتضيع منك الوقت ومجهود، واخد بالك. افتكر كده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ماشي، قد جعل الله لكل شيء ايه قدرا. استعينوا بالله، معلش لو طولت عليكم، ربنا يوفقكم، اشوفكم على خير.